الاسعار هنا السنه دي وحشه 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 ميته. اللحم مردخ في الاسواق، واللي عنده عجل مش عارف ياكله، وكل حاجه العمل بايظ في جميع الاسواق. الفلاح النهارده ميت. الفلاح بيطلع الحته اللي بيجيب العجله ولا العجلتين يرميهم، يجي اخر السنه عشان يطلع حاجه لعياله ما بيلاقيش، ما فيش. والعالم زي ما انت شايف كده ما فيش بيع وشراء، والعالم بتشتكي من الاكل غالي وما فيش انتاج، ما فيش مقابل. كلهم العجل ب 50000. العالم بحالها بتتضرر. العجل النهارده الفداه 50000 وب 60000 وب 40000. عجل يعني ما يجيش 400 كيلو لحمه. الاسعار زايده النص بالنص، المضاعف المضاعف السنه دي. يعني العجل يفيه ب 60 جنيه صح على رجليه. والسنه ما فيش اضحيه خالص. يعني 10% والجزارين بيشتكوا. والجزارين بيشتكوا والدنيا غاليه والناس بايظه، وربنا يسترها السنه دي. بكره